السلام عليكم كونيتشيوا واتاشيوا عمارو. اليوم راح نسين طبعا مباشر حلقة جوجوتسو كايزن الحلقة العشرين. صح. ايوه الحلقة 20 راح نشوف ايتادوري ايش اللي راح يسويه. وطبعا جوجو الحين ما قادر يدخل هذه الدائرة اللي مسوينها. اللي ما شاف انمي جوجوتسو كايزن اللي نوعه هو شونن، خصيصا اللي يحبوا انمي اكشن، وقفوا كل شيء وروحوا شوفوا جوجوتسو كايزن لانه من انميات الجديدة واللي ضاربة توب في اليابان وكل مكان. ويلا قبل ان نبدا المقطع لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر التنبيهات. يكزو يلا نبلش الحين نشوف ايش اللي راح يصير. هذه الدائرة طبعا اللي مسوينها الاعداء، جوجو ما قادر يدخل داخل ابدا. الحين مواجهة ما بين اخر شيء اللي صار تودو وإيتادوري ضد هذه الخطيرة القوية. يعني تودو مخبي تكنيك جديد. تومرنا والله إيتادوري ما صحي. يلا خلينا نشوف ايش تكنيك تودو الجديد. طبعا هذه القوة اللي سوتها هذه الوحشة اخر مرة. والله الحلقة الماضية كان مرة اكشن، وهذه لعد خلاص حفظوا ضرباتها. الحين خلينا نشوف ايش اللي راح يصير. هذه كده تتحكم بالاشجار وبالورود. والله تودو ذكي طلع حافظ كل شيء. يلا يلا متحمسين نشوف التقنية. دام عنده ذكاء خارق. فيكتوري عاش عاشو. يلا رونا. ها ديم يا اخي هذه قويه، هذه قويه يا اخي. لا تودو ضربوه. زين وقف نفسك سوي شيء. بيموت بيموت. لا بيموت. لا شخصيه حلوه. ايش اللحظه كيف هذه هي التقنيه الخاصه مالته. الحماس والله ان تقنيه خطيره. خلينا نشوف الحماس الحين. يلا عاشوا 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 تخلصوا منه. شوف كيف يغيروا. دوم او طي خلصوا منه يا اخي. هذه الحلقه شكلها مره حماس. حتى هي ما عارفة متدهدرة. خلاص خلاص راحت فيها. يربك ذاك القرار أفكاري. ما في هذا سيء الحين. ضربوها ضربوها ديم. هذا الأنمي خطير. شوفوا كيف الأكشن والله. لا عوزوها والله. عاش إيتادوري. إيتادوري ناوي على شيء. الوميض الأسود. أنا ما نامي كنت. ايوه يعني كنتو علموا هذا الشيء. علم الوميض الوميض الابيض ليش الوميض الاسود. اوكي
هل بيستعمل الحين إتيدوري هذا الوميض الأسود عليه؟ عش رقم القياسي 20 أربع مرات بس بعد حالف الحظ. هنشوف إتيدوري كم يسوي. هل بيسوي حالي واحد؟ أول وميض أسود يضربه كفو كوكنسن. عاش أول كوكنسن. يلا عاش ديم أثر فيه بقوة. هذا اثنين. يلا بيتخطى كنتو ولا لا؟ اثنين ثلاثة ثلاثة كوكسن ثلاثة ورا بعض. تودو عاش تودو. اوكي ما بدل قصوا عليها. كوكسن اعطي اربعة. وصل نفس رقم قياسي كنتو اربعة. ديم يا إتيدوري سويتها نفس كنتو. عاش اوف الاكشن اوف الاكشن. ديم واو واو. هنشوف الحين هي بتستخدم التقنية مالها بينفع ولا بعد. طب تعالوا يا سلام هذا يعتبر الخامس. اوكي اوه صح هذه مشكلة الحين اذا تعودت على تقنية تودو بتصير مشكلة. لكن تودو ذكي. هنشوف ايش اللي راح تسوي. ايش هي طلعت زهور من الوحوش. اوكي عاش نشوف ايش اللي راح يتصرفك فيه الحين. كيف دين بس واجدين. هاي لكن لحظة اوكي بيجيو عليه ولكن تودو كيف بيتأثر. عنده طاقة قوية يصلها بجسمه. اوكي ايش هاي الذكريات؟ هل انت واثق من ذلك؟ خرف من على تكتشان. كيف كذا يا اخي؟ يكلمها يعني هذا في الماضي والمستقبل. يمكن هذه تكلمه في مخه تشرح له الوضع. عسى ما يأثر في تودو. يلا نشوف. عاشو حدث ذلك في أقل من ثانية. ما أثر فيه. ما سهل تودو. حبيت شخصيته واجد. إتيدوري تودو اوه ضربة هنا عاد. تقنية والله خطيرة. يعني ما بس يغير على المخلوقات حتى الأشياء الثانية.
لاحظ ان هذه الحلقه كلها اكشن. حصل سلاح. هو اللي خبرهم مكان الأداة. عاش. أيوة هو اللي بيستلم الحين. عاش. دمر شكله. ما أثرت فيه واجد هذا. جس يمتص طاقة ولا ايش يسوي؟ أيوة يمتص كل الأشجار وبيزيد من طاقته. انفجر. انكسر الشيلد. من هذا؟ ساتر جوجو. طلع لك. كيف شكله جميل. ديم كيف شكله. اوكي هذا العجوز هنشوف ضرباته بالجيتار. العجوز هو المكبر هو السبوفر يعني. نشوف الحين قتال جدا غريب. اول مره نشوف يعني واحد يضارب جيتار. خلينا نشوف ايش هذا الطاقه الغريبه اللي عنده مع انه عجوز. يعني ما توقعنا انه راح يطلع جيتار. وهذا اللي معاهم. ايجابه. هذا الحين ما شفنا ضرباته كيف ولا اي تقنية من تقنياتها. هذه منين جاتها؟ شكل هذه بتكون خصمها. يد ومع السيف. هذا هو الوضع. صار حساس كل حد عنده حد. اوكي كل البنات جايه عنده الحين راح فيها. محبوبة ولا كنت بتروح فيها بيضربوك ضرب. ايش ايش هذا؟ خلاص ايه ساتورو جوجو طلع الكفر اللي مسوينه هم. ركض والله. دوري دوري ايش اكيد منصدم من جوجو. والله كيف شكله يا اخي. ترى انا من ذهل ان الحين نشوف شكله. واو صراحه عاش. الحين حماس. دام شخصيه جوجو. شوفوا
أوي تودو. عاش عاش، نبغى نشوفه يضرب. ايم وصل في لحظة، في ثانية وصل. النظرة شت، يلعن ابو القوة، ايش سوى فيه؟ ايم يا جوجو، هيا عالج. ايش هذا يا اخي؟ كيف قوي؟ هو دائما يغطي عينه، دائما شعره ستايل ثاني. او اكا او اكا، احمر ازرق. ها تعلمنا كلمتين جداد. حتى هم خايفين من جوجو. دايم يا جوجو، ايش راح يسوي؟ واو. ديم ليتس جو. اوه شلته، اوف. ساتورو جوجو، ايش هالشخصية؟ اول مرة نشوف الشيء من اخي. رجع لحالته الطبيعية. عاصف شعوره هو ثاني. ايوه هذا اللي ضربوه قبل. عند الصبع مال سكونا، سكوانا ولا من اسمه؟ هذا الصبع كيف؟ سيكوي، ايش هذه الشخصية يا جوجو؟ اوف، من الضربة اللي سواها وجماله ما طبيعي، كيف مسوينا يا اخي شخصية ساتورو جوجو؟ ترى والله هذه الحلقة روتنا اشياء مرة خطيرة. اول شيء شفناه تقنية تودو الجديدة الحماسية اللي بس يصفق يتغير مكان ثاني. طبعا لما تضارب ايتادوري ما استخدم هذه التقنية، ولا ظني كان راح يهزم ايتادوري. ثاني شيء شفناه اللي حماس انه هو ايتادوري اتقن كوكسن المميض الاسود اللي تعلمه من كنتو. طبعا كنتو بس استخدمهم ورا بعض اربع مرات، وشفنا ايتادوري يسويهم اربع مرات، فكانت نفس المنافسة. والوميض الاسود هذا كوكسن اثر على المتوحش اللي قدامهم. ثالث شيء شفناه في الحلقة ان العجوز استخدم جيتاره كضربات، تقنية ملعونة وايش يسموه هم، وهو اصلا سبوفر، فالطاقة راح تطلع منه كذا وما ادري ايش هذا. ورابع شيء ساتورو جوجو، او ماي جاد، ديم الضربة اللي سواها، ديم كيف شكله، ديم كيف هبته وشخصيته، صراحة مسكته من الاخر مرة. متحمسين نشوف الحلقة الجاية اللي هي تنزل يوم الجمعة، اللي هي اليوم انا مسجل هذه الحلقة والحين بعرضها، وبعد ان شاء الله اول ما تنزل حلقة جديدة راح اسألها انطباع على طول. اريجاتو جوزايماز، اتمنى استمتعتوا في هذه الحلقة، لا تنسوا تحطوا لايك للمقطع. اخوكم عمر في صدات عمان، جانا ايه.